عليكم ورحمة الله، معكم مهندس هشام أحمد، وهنبتدي درس جديد إن شاء الله من سلسلة دروس تعليم سوليد ووركس. درس النهاردة عايزين نتعلم فيه الفرق بين ال under defined sketch، ال fully defined sketch، ال over defined sketch. فهنفتح السوليد وهاجي أرسم في الفرونت بلان، أتك عليه تكة وأقوله سكتش، وهبدأ أرسم كورنر ريكتانجل. هبدأ أرسم كورنر ريكتانجل من الأوريجين من هنا كده وأبدأ أرسمه. طيب واقول له سكيب. دلوقتي هتلاقوا في خطوط عندي سودة وخطوط زرقاء، وهتلاقوا موجود تحت هنا حاجة اسمها under defined sketch. under defined sketch يعني ان الجسم بتاعي او السكتش بتاعي في يكون في حاجة لسه ناقصة فيه، بمعنى ان هنا مثلا انا مش حاطط الدايمنشن او الابعاد بتاعتي، فبمجرد اني اقول له smart dimension من هنا وابدأ احط البعد ده كده، اقول له ان البعد ده مثلا 100 ملي، هنلاقي ان الخط ده والخط ده بقى لونهم ازرق. ليه؟ ان هما كده متعرفين، تمام، او لونهم اسود، سوري. تمام. طيب دلوقتي برضو لسه السكتش بتاعي under defined sketch، فهبدأ احط بعد للخط ده كده، نقول له ان ده 100 كده، هتبقى الرسمة كلها سودة معايا، تمام، ويتحول للجسم لل fully defined sketch. بما انه تحول لل fully defined sketch، فانا دلوقتي مبقدرش العب او اغير في المقاسات او اي حاجة في الجسم بتاعي، لان خلاص هو متعرف ومحطوط له كل ال constraints والقيود اللي موجودة معايا على البرنامج. طيب نفترض مثلا ان انا عملت delete للبعد ده كده، فانا هاجي اقدر اغير المسافة دي. طيب هنلاقيه بيتغير في المسافة دي، يعني بيتغير في الارتفاع او محور واي بالظبط. فانا لو عايز اعرف هو ليه under defined، فانا بمسك الخط الازرق وبحاول احركه واشوف لو اتحرك معايا في الاتجاه واي، يبقى انا كده لازم احدد له المسافة بتاعت اتجاه واي او المسافة من هنا لهنا، تمام. اذا اتحرك في اتجاه محور اكس، يبقى كده هحدد له ايه، هحدد له محور اكس. لف معايا بزاوية او بدوران او هكذا، اقدر احط له زاوية او احط له كونسترين اللي هو يكون رأسي او افقي او بارلل، اي كونسترين يكون موجود معايا، تمام. يبقى ده كده ال fully defined وال under defined sketch. ده كده كان الدرس بتاع النهاردة. الدرس الجاي ان شاء الله هنتعلم ازاي يعني ايه over defined sketch، ونشوف الدرس الجاي ان شاء الله. لو حد عنده اي سؤال اي استفسار ده بعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك learn solidworks Arabic، وارقام التليفونات والايميل موجودين اسفل الشاشة. نشوفكم الدروس الجاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.